أحبابي، هذا وباء شديد ومجهد كيغلب القوي والضعيف. الله يشوف من حالنا جميع. أحبابي أنا مزوقة فيكم، إلا ما تدخلوا لديركم، دخلوا لديركم وصبروا شوية. بالصبر غادي يتغلبوا عليه. خافوا على ولادكم وعلى والديكم وعلى حتى روسكم. بالصبر وليدي، ما غاديش نخليو الآفات والوباء ينتشر في وسطنا. الزول في اللون، قورات قد قمي النون، أدور تفوم، فرقات أمور النون، تتوجه النون، ديم تكالنون، تنبيرت. بقى في دارك باش تنجي نفسك وتنجي الناس اللي عزاز عليك. ما بغينا حتى واحد فينا يتخص، ما بغينا حتى واحد فينا يضر. المغرب محتاجنا مجموعين. بقى في دارك وخلق السعادة والطاقة الإيجابية واكتشف مولين الدار من جديد. بزاف ما يتقال معاهم. محتاجين كاملين نكونوا متضامنين، يد وحدة أكثر من أي وقت ضد فيروس كورونا، وأننا نلتزموا بالجلوس في البيوت ديالنا، إلا ماشي خوفا على الصحة ديالنا، خوفا على الصحة ديال الناس المسنين، الوالدة، الوليد، العائلة، الخوت، الأطفال اللي معرضين بزاف لهذا الشيء هذا. خليكم في ديوركم، نجلسوا في ديورنا، الله يجازيكم بخير. إلا فريمون كانوا عزاز عليكم والديكم وصحابكم وحبابكم وعائلاتكم وبغيتوا ليهم الخير، خليكم جالسين في ديوركم وما نهبطوش للزنقة إلا للضرورة القصوى. الحرب وهاد الكورونا، كل واحد يجلس في الدار. يا إخواني نجلسوا في الدار حتى تمر هاد البلاء بإذن الله.